يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل لي أخت كبيرة في السن وهي قاصر لديها تقرير طبي. يقول لي أخت كبيرة في السن وهي قاصر في عقلها، نعم قاصرة في عقلها ولديها تقرير طبي بضعف في نمو العقل. يقول ووالدتي بعد وفاة الوالد استخرجت صك ولاية عليها وهي تأمرها بالصلاة والصوم، مع أن هذه الفتاة لا تعرف الأيام لا السبت من الأحد، ما حكم أمرها بهذه الأمور؟ أمرها إن كان أنها تعرف صلاة، إنسان ما تعرف تتركها، لله ما تعرف ما يقال لها لا فائدة من أمرها، أما إذا كانت تعرف ما يقال لها فتأمرها. نعم.